حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج أهل الدار. طبعا مثل ما أنتم شايفين في مقدمة هذه الحلقة، طبعا أنا وسط صور كثيرة لشخصية هذا البرنامج، شخصية لها العديد من الإنجازات على الساحة الإماراتية. طبعا نحن كثير ما نعشق كرة القدم، هي معشوقة الملايين والجماهير. علشان تتعرفون على شخصيتنا لهذا اليوم، خلونا نرحب في شخصية حلقة برنامج أهل الدار، الأستاذ محمد الجوكر، المستشار الإعلامي في جريدة البيان. حياكم الله مشاهدينا في بداية حلقة برنامج أهل الدار مع الأستاذ محمد الجوكر، المستشار الإعلامي في جريدة البيان. نقول لك طبعا أهلا وسهلا في برنامج أهل الدار، شكرا لاستضافتك لنا في منزلك الجميل. طبعا نحن فخورين بك ونتشرف أنك تكون أحد ضيوفنا في هذا البرنامج. حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم. وبرنامج أهل الدار، اسم البرنامج جميل ويعكس حقيقة مدى اهتمام تلفزيون الفجيرة بأبناء الوطن وأبناء الدار، وهذا الحقيقة يعكس أيضا اهتمام القيادة على أهمية دور المؤسسات الإعلامية في إبراز وإلقاء الضوء على أبناء الوطن. فأهلا وسهلا بكم في هذا المكان المتواضع الذي أتمنى إن شاء الله أن يكون قد نال رضاكم بإذن الله. الله يحفظك. في البداية حابين نتكلم عن سيرتك الذاتية. نحن كإعلاميين وكوسط إعلامي نعرف من هو محمد الجوكر، ولكن المشاهد يبغي يعرف الإنجازات ويبغي يعرف من وين بدأت حياة محمد الجوكر وكيف عاصر حياته. طبعا الحقيقة أنا ولدت من أسرة فقيرة متواضعة. حياتي بدأت، ولادتي كانت في منطقة ديرة في دبي، ولادتي كانت في 1960. بعد ذلك طبعا درست المدرسة الابتدائية في المهلب في بداية افتتاح هذه المدرسة، ثم اتجهت إلى مرحلة الإعدادية في مدرسة طارق بن زياد في منطقة فريج المرر، ثم تحولت إلى مدرسة ثانوية دبي، ومنها أيضا واصلت دراستي وأيضا ارتباطي المهني. يعني كنت أدرس وفي نفس الوقت كنت طالب في الثانوية. بعد إنهاء الدراسة الثانوية اتجهت إلى مدينة العين والتحقت بجامعة الإمارات هناك في بداية 81. خلصت نهيت دراستي في كلية الأداب، ليسانس كلية الأداب تخصص إعلام. هذه كانت المرحلة الأولى بالنسبة للدراسة. طبعا بداياتي في مشوار الصحافة الرياضية أخذت الحقيقة مراحل متعددة حتى استطعت أن أصل إلى موقعي الحالي كمستشار إعلامي في جريدة البيان. ولي الفخر الحقيقة بأني أكملت تقريبا مع تسجيل هذه المقابلة التي تسعدني في حدود 40 سنة في مجال الصحافة الرياضية وأيضا في مجال الإعلامي الرياضي في دولة الإمارات. لله الحمد، كانت لدي موهبة وكان لدي عشق في مجال الإعلام كمعلق وكموعد وكمقدم وكمراسل وكمندوب. يعني تدرج كل مراحل العمل الصحفي، بداء من مندوب ثم محرر ثم محرر أول ثم محرر مسؤول ثم رئيس القسم، ثم تدرجت وأصبحت مدير تحرير، ثم أصبحت نائب رئيس تحرير، حتى وصلت إلى أعلى مكانة في مجال الصحافة تتعلق له الاستشارة، فهو مستشار الإعلامي. جميل جدا. أكيد لك طبعا أصدقاء دراسة كثيرين. هل ما زلت تلتقي معاهم؟ هل ما زلت تزاورهم أو تذكر أحد منهم؟ أصدقاء الدراسة من أيام الطفولة، من أيام الفريج؟ نعم، هو طبعا مرحلة الطفولة تختلف عن مرحلة الشباب، وتختلف عن مرحلة الدراسة، وتختلف عن مرحلة الجامعة، وتختلف عن مراحل الحياة. يعني لا أريد أن أذكر اسم في أي مرحلة من المراحل حتى لا يعني أنسى أحد، لكن بطبيعة الحال كل إنسان يمر في ذكرياته وفي مواقف الحقيقة بناس أحبهم وما زال يحبهم وسيظل يحبهم، لأن الارتباط الإنساني والجداني العاطفي أمر في غاية الأهمية. لدي من الأصدقاء لله الحمد، لدي من الرفقاء درب، لدي من
يعني زملاء المهنة، وأيضا لدي طلاب كنا مع بعض سواء في الثانوية أو في الجامعة، لكن غالبية ارتباطاتي أصبحت مع أصدقاء اللي أرتاح لهم نفسيا. نعم. وهذه طبعا قليل ما نجدها في هذا الزمان، أن هناك الصديق يكون دائما في وقت الضيق، لكن في هذا الزمان الحقيقة أصبحت جزء أو عامل الوفاء ما عاد زي زمان. أكيد. لذلك أنا الحقيقة ولله الحمد ملتزم بأصدقائي القدامى، ألتقي فيهم دائما وأتشاور معهم، وفي كل رحلاتي ومشواري في الحياة داخليا وخارجيا مرتبط مع الزملاء، ولله الحمد أحب الناس، ولذلك محبة الناس هذه أنا أعتبرها كنز لا يستغنى عنها الإنسان. لكل إنسان هناك نبراس طبعا من العلم، نبراس من الحكمة، نبراس من المسيرة. نعم. مسيرة العطاء اللي مشيت فيها وسلكت دربها أستاذ محمد الجوكر. إذا بنتكلم أيضا عن أيامك في طفولتك، خلينا نقول قبل اتجاهك إلى الرياضة، أنت لك باع طويل في حبك لكرة القدم والرياضات الأخرى، لكن خلينا نقول شو اللي أثر فيك إلى أن تسلك المجال الرياضي وخاصة كرة القدم، يعني ما بعد الكبر، شو اللي أثر عليك في الطفولة أنك تحب كرة القدم وتعشق الكرة يعني والمستطيل الأخضر إذا صح التعبير؟ هو الحقيقة كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في كل العالم. نعم. نحن منذ طفولتنا كنا نشاهد كرة القدم في المدارس والتحقنا وارتبطنا بها، وأنا شخصيا كنت في المدرسة كنت أقوم بالتعليق بين الفصول، وكنت أيضا أستمع إلى المعلق المصري آنذاك في مرحلة السبعينات عبد المنعم رضوان، كان عندما كان يعلق كانت الميكروفونات موجودة في الملعب، كنت أسمعه وتأثرت فيه كثير. بعد ذلك طبعا مع كأس الخليج الثاني بالرياض عام 72 في مارس 72 ارتبطت بالإذاعة، أنا كنت أحب الإذاعة. نعم. أسمع الإذاعة كثير، كنت أسمع الإذاعة الكويتية، كانت في تلك الفترة إذاعة منتشرة ولديها من المذيعين ولديها من الأسماء الجميلة اللي كنا نسمعها، وفي نفس الوقت كنت أيضا قريب جدا من إذاعة دبي، إذاعة دبي أيضا كانت فيها أسماء جميلة مثل المرحوم عبد القادر الكردي، محمد المحتسب، حمدي بولاد، عمر أبو سالم، حسن أحمد، أسماء إعلامية قامات كبيرة ساهمت الحقيقة في تغذيتنا كشباب في مرحلة الثقافة. أيضا كان من المواطنين ما لا, 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 لا يمكن أن أنسى سعيد الهش، صالح أبو حميد، هذه الأسماء في إذاعة دبي أيضا خلتني أرتبط كثيرا في برامج الإذاعية، فأصبحت قريب أيضا من الإذاعة بالاستماع، وكنت أتابع الصحف المحلية، صحفنا المحلية كنت أتابعها، لكن غالبية الصحف اللي كانت تأتينا كانت تأتينا صحيفة الأنباء والقبس. نعم. والسياسة. أيوة. الكويتية، فكنت أذهب للمكتبة العامة لشراء هذه الجريدة آنذاك بنص درهم تقريبا، فكنت أستمتع بقراءة الصفحات الرياضية، وكنت أقرأ ماذا يكتب الزملاء مثل فاروق التركي من مصر. نعم. ومحمد الراوي الله يرحمه، الله يرحمه، ومصريين صحفيين كانوا ياو مدرسين يدرسون في الكويت لكنهم تحولوا إلى كتاب بار تايم يكتبون في الصحافة الرياضية، فتعلمت بعض المصطلحات التي ساعدتني بعد ذلك لأنا أعرف كيف أكتب في مباريات كرة القدم والمباريات الأخرى. كرة القدم هواية من الهوايات لكن ليست عشقي، إنما عشقي الأول والأخير هي الصحافة. فعلا. نعم، لأني أنا أحب الصحافة كثير، ولله الحمد أعتبر نفسي من الناحية المهنية يعني وصلت مرحلة ما تساعدني على أني أقول رأيي في هذا المجال، يعني مستشار في مكان استشارة، وأتمنى أكون في هذا المكان. أكيد أكيد، ونحن طبعا نفتخر فيك. نعم. أستاذ محمد، كونك كمستشار إعلامي، وأبغي أخذ رأيك في شغلة. مسيرة الإنسان الصحفي أو الإعلامي. نعم. يعني شو المكرم لهذه الشخصية، يعني مثلا إعلامي وله العديد من الإنجازات. نعم. مثلك، شو اللي ممكن يكرم به، ليست كجوائز مادية أو معنوية فقط، وإنما شو اللي ممكن يرضي الإعلامي بعد مسيرة عطاء؟ نحن شاهدنا رحيل الكثير من الإعلاميين مثل حمدي قنديل إلى آخره من الإعلاميين في الوسط الإعلامي منذ قديم الأزل، كيف ممكن أن نكرم الصحفيين أو الإعلاميين على مسيرة إنجازاتهم؟ هو شوف، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أنا في تصوري الإعلامي يحتاج الكلمة الطيبة،
الإعلامي يحتاج الشكر، يحتاج التقدير المعنوي، لا يحتاج للتقدير المادي. لذلك فيعني أنا شخصيا ولله الحمد وجدت هذا الجانب، سواء المعنوي أو الأدبي أو الاجتماعي أو حتى المادي. فلذلك ما أريده هو أن يتم تقديرنا ويتم وضعنا في المكان المناسب الذي يليق بتاريخنا والذي يليق بمكانتنا المهنية. هذا الذي نريد، أما أمر آخر لا نريد أي شيء، لأنه لله الحمد قيادتنا وأصحاب السمو وأولياء الأمر لا ينكرون دور أبناء الوطن المجتهدين والمكافحين. ولله الحمد يعني أعتبر نفسي من شباب هذا الوطن، أني قدمت جزء بسيط لخدمة ولرد الجميل لهذا الوطن المعطاء. ولذلك نحن الحقيقة لا نطلب سوى كلمة طيبة التي ترفع من معنوياتنا وتثلج صدرنا. هذا هو الوسام أكيد الحقيقي. أكيد يعني بالنسبة يعني أنا ما أتحدث عن الجوائز، لكن أنا أريد أقول الصحفي أو الإعلامي يريد الثقة، يريد نعم الثقة من المصدر، يريد الكلمة الطيبة التي ترفع من مقامه المهني والمقام الصحفي. هذا هو المطلوب. أكيد أكيد نتمنى لك كل التوفيق أستاذ محمد. طبعا مستمرين معك ومشوارنا في نعم حلقة برنامج أهل الدار، ولكن مشاهدين علشان نتعرف على حياة محمد الجو. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل ومكملين مشوارنا مع سعادة محمد الجوكر المستشار الإعلامي في جريدة البيان. مساك الله بالخير من جديد أستاذي. وطبعا في هذا البارت نبغي تبحر فينا بسفينتك في حياتك المهنية، من وين تبتدي فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتوجه بجزيل الشكر لأسرة البرنامج وللمسؤولين القائمين على أمر قناة الفجيرة، وسعيد جدا بوجودكم في مكتبتي هنا في المنزل. وهذه الحقيقة وسام على صدري، وحنا نتشرف الله يحفظك، وأنا أتشرف وجودكم الحقيقة، قطعتوا هذا المشوار. ولذلك فمن هذا المنطلق البرنامج الحقيقة يتحدث باسم جميل أهل الدار، وأنتوا أهل الدار. وبداياتي الحقيقة في مجال الإعلام لا أتطرق إليه، يعني بياخذ وقت طويل من البرنامج، لأن بدأت الحقيقة في حياتي، بدأت فيها كرياضي بسيط، ولكن قد لا يعلم الكثيرون أني كنت أحد فرقة المسرح الوطني، كان يسمى المسرح القومي أنذاك، تابع لوزارة الشباب الرياضة في منتصف السبعينات. واستمريت لفترة ما، كنت أيضا أحد ممثلين على خشبة المسرح في أيام المرحوم الصقر رشود، وهو أيضا فنان كويتي كبير تم الاستعانة به من قبل دولة الإمارات ليكون مستشارا لوزير الإعلام والثقافة صقر رشود. ما استمرت الحقيقة فترة بسيطة، لم أكن ممثلا بارعا على خشبة المسرح، فتركت المسرح وذهبت مباشرة إلى عشقي الأول والأخير، العمل في جريدة الوحدة التي كانت تصدر وما زالت في أبوظبي. هذا الكلام بدأ في أواخر السبعينات، وتحديدا عقب الانتهاء من مشاركة وفد الإمارات في المهرجان العربي الرابع الذي عقد في مدينة الرباط المغربية. هناك كان لي معرفة بأستاذنا الأستاذ محمد الحسين، كان صحفيا بحرينيا يعمل رئيسا للقسم الرياضي، وفي نفس الوقت كان حكم دولي ومرافق للبعثة. وأنا كنت ضمن مسرح الوطني آنذاك بقيادة الأستاذ الله يذكره بالخير الموسيقار عيد الفرج. بعد العودة من الرباط في عام 77 التحقت كمندوب صغير في جريدة الوحدة، غطي أخبار أندية دبي والشارقة، أتنقل من نادي إلى نادي، من مكان إلى مكان، بالمشي أحيانا، بالتكسي أحيانا، وبدأت انطلاقتي من جريدة الوحدة في تلك الفترة. أنت ألفت ما يقارب 15 إصدار على طبعا 40 عام مسيرة حافلة بالإنجازات. كيف اقتنيت هذه يعني الفرصة الذهبية، خلينا نقول إذا صح التعبير؟ وأيضا من وين جتك الفكرة؟ هو في الحقيقة مرحلة الثمانينات هي التي صقلت موهبتي، بمعنى عند ذهابي لجامعة الإمارات في بداية الثمانينات وتخرجي من الدفعة الخامسة والتخصص في مجال الإعلام، ساعد على أني أطبق الجانب العملي
بالإضافة إلى الاستفادة من الجوانب والمواد النظرية التي كانت تدرس في كلية الآداب بقسم الإعلام، وكانت تدرسني الله يرحمها الأستاذة الفاضلة جيهان رشدي وهي عميدة الإعلام في جامعة القاهرة، كانت هي رئيسة القسم الإعلام. هنا الحقيقة يعني فهمت معنى الصحافة بمعناها الحقيقي، بمعنى تعلمت أيضا تعليم نظري زائد ميداني، اكتسبتني مهارات وخبرة وعلاقات واسعة على الصعيد، وأصبحت أول مواطن يحترف مجال الصحافة الرياضية، كان ذلك في أغسطس 1981. في هذه الفترة فترة انتعاش الإعلام الرياضي، وبدأ بزوغ بما يسمى مصطلح الإعلام الرياضي. وهنا الحقيقة لله الحمد بفضل من دعم والتشجيع من كبار المسؤولين في الدولة، ووجدت نفسي الحقيقة خط معين، ووجدت نفسي بأنني أستطيع من خلال هذا الخط أن أسير وأقدم وأخدم وطني فيه. أكيد. مرحلة الثمانينات في تصوري كانت واحدة من أهم وأخصب المراحل التي عاشتها الصحافة الرياضية. أنا أفتخر بأنني أكون من الجيل الثاني من الصحفيين المواطنين في دولة الإمارات، لأن أجيال متعاقبة نحن عرفنا المجلات والدوريات الرياضية في منتصف الستينات من خلال مجلة أخبار دبي التي كانت تصدر عن طريق بلدي دبي عام 65، وفي هذه الفترة كانت تصدر ربع صفحة رياضة في هذه المجلة. ولكن مع كأس العالم عام 1966 اللي أقيمت في بريطانيا، كان المكتب الثقافي البريطاني في دبي يعرض بروجكترات لبعض المباريات لبطولة كأس العالم في 66 التي فازت فيها إنجلترا. هنا كانوا بعض الشباب يذهبون لمشاهدة المباراة، ثم تحولت أخبار كأس العالم إلى مجلة أخبار دبي، فارتبطنا بها هذه المجلة ارتباط وثيق، حتى مع بداية السبعينات أسقلتنا وعرفنا كيف نتعامل مع الخبر. نعود إلى مرحلة مهمة في فترة الثمانينات، بدأت الصحافة الإمارات تستعين بالعديد من العناصر خاصة الكفاءات، وبدأت الأقسام الرياضية تعدل وتنظم نفسها وترتب بيتها، فأصبح القسم الرياضي من فرد إلى 5 أفراد، وهكذا حتى أصبح اليوم عدد الواحد في القسم الرياضي ما يقارب من 25 إلى 30 فرد داخل القسم الرياضي في الجريدة الواحد. لدينا 8 صحف، لدينا أكثر من 100 صفحة يومية، لدينا ما يقارب 200 صحفي رياضي متفرغ. هذا العدد الكبير أصبح متنوع ثقافة وفكرا وسلوبا ومنهجا وإلى آخر. أنا في الحقيقة هذه الفترة عندما خلصت مرحلة الجامعة بديت مرحلة النضج، بمعنى مرحلة الوعي، استوعبت في عملية ما هي الصحافة، ما هو الإعلام الرياضي. هذه المرحلة كانت أيضا تلازمني شغلة أخرى تتعلق بتقديمي لبرامج رياضية في تلفزيون دبي، وأيضا تعليقي على مباريات على قنوات أبوظبي ودبي، ومشاركاتي الكثيرة من تمثيل الدولة خارجيا. كل هذه كانت خبرات ساعدتني لأن أصبح بعد ذلك رئيسا للقسم الرياضي في جريدة الاتحاد في 1985. جميل جدا. محمد الجوكر واكب كثير من الملامح في الرياضة الإماراتية، ورسخ وقته وجهده في رصد هذه الملامح عبر أقلامه وعبر كتاباته وعمله بشكل خاص. ولكن أنت رأيك على الحراك الرياضي على الساحة الإماراتية، كيف تشوف الحراك هذا سواء من نشاطات رياضية ثقافية إلى آخره، وأيضا خلينا نقول شو أبرز اللي يميز الرياضة الإماراتية عن يعني الرياضات الأخرى؟ هو الحقيقة ما في شك أن الحراك الثقافي الاجتماعي الإعلامي في دولة الإمارات حراك متطور. هناك مؤسسات إعلامية بدأت تظهر في الفترة الأخيرة، هناك مؤسسات الإعلام في أبوظبي، في دبي، في الشارقة، في الفجيرة، كل هذه المؤسسات الإعلامية أصبحت دافع وحافز للثقافة وحافز لنا كأبناء الوطن. نحن الحقيقة في الإمارات نتميز عن غيرنا التنافس بين المؤسسات الإعلامية فيما بينها، التنافس بين الأندية الرياضية فيما بينها، كلها في إطار المنافسة الشريفة. هذه تساعد لمتلقي الرسالة الإعلامية بأن يشاهد ويرى الكثير من البرامج المختلفة المتنوعة صاحبة الاتجاهات المختلفة. يعني لديك قناة دبي، قناة أبوظبي، قناة الفجيرة، قناة الشرق، كل هذه القنوات تساعد أن المشاهد في الإمارات يتكيف ويتعامل ويستفيد من هذه القنوات. إلى صحيح. هذه المسألة تجرني إلى البرامج التي قم بتقديمها
خاصة أنا أعشق البرامج التوثيقية. سجلت كما قلت قبل اللقاء حدود أكثر عن 300 ساعة تلفزيونية. من خلال هذه الساعات التلفزيونية التي كانت كلها لقاءات ميدانية وأروح وأذهب ألتقي مع المصادر مع الضيوف إلى آخره، كونت لي مادة صحفية دسمة أستطيع من خلالها أن أقدم سنويا ما يقارب كتاب يتعلق بتوثيق الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا عامل ساعدني على أن العمل التلفزيوني أحيانا ينتقل إلى عمل صحفي لكن بطبخة صحفية ومهنية تساعد أن يتحول ما بين العمل التلفزيوني لعمل الصحافة. دراستي في الإعلام في جامعة الإمارات وأنا فخور بأني خريج جامعة الإمارات بأن علمتني كيف الطبخة الصحفية، كيف الطبخة الإعلامية، كيف المنهج الذي يسير لي. هذه الأشياء الحقيقة وضعتنا نحن في الإمارات اليوم متفوقين لله الحمد بفضل الدعم لا محدود من القيادة السياسية، من الحكومة الرشيدة، من المسؤولين، من المؤسسات. أصبحت الإمارات اليوم مفخرة في كثير من المجالات المتعلقة بالثقافية الإعلامية الاجتماعية الرياضية. الإمارات لديها معرض ثقافي كبير في الشارقة، لديها جوائز متعددة، جائزة زايد للكتاب، جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، جوائز متعددة. كل هذه المبادرات الإنسانية الثقافية الإعلامية الاجتماعية ساعدت لأن تبقى دولة الإمارات مكان جذب لكل أنظار شباب العالم. فأصبحت هذه المنظومة الإعلامية الثقافية حراك ما بعده حراك، وبالتالي ساعدت أبناء الوطن بأن يستفيدوا ويرتقوا. أعود إلى نقطة أساسية عاش فيها أبناء الفجيرة. أبناء الفجيرة في مرحلة الستينات، وهذا كلام من خلال لقاءاتي معهم، كانوا بعضهم يدرسون طلاب في الكويت. في خلال فترة التوقف الدراسة في الجامعة كانوا يأتون بالثقافات الكويتية، بمعنى مثلا شعارات الأندية، لوائح تنظيمية الأندية، يأتون أيضا أحيانا من بعض الملابس الرياضية. شكلوا فرق رياضية في الفجيرة زين من خلال دراسة أبناء الفجيرة أو أبناء الإمارات إلى دولة الكويت، إلى من الكويت أو من دمام أو من أي دولة أخرى كانوا يأتون. تبادل هذه الثقافات وهذه الحضارات ساعدت على تكوين علاقات بالنسبة لنا، وساعدت على أن تكون لدينا معرفة ثقافية في هذا الجانب. أكيد أكيد، هذه طبعا يعني الحركات الثقافية الرياضية هي اللي دعمت مسيرة الراية الإماراتية إلى أن توصل إلى مستويات مشرفة في المحافل الدولية. خلينا نرجع مع محمد الجوكر في حياته المهنية. عن لو يعود الزمن فيك وقالوا لك نختار يوم في حياتك، اختار يوم في حياتك المهنية، شو أفضل يوم أو شو اليوم اللي تبغيه يعود عليك؟ والله الحقيقة أيام الإنسان تمر بمراحل متعددة، مرحلة الزواج في غاية الأهمية للإنسان لأنه الاستقرار وهو اللي يبني بيتك وهو الذي يبني مستقبلك، مرحلة أن الله سبحانه وتعالى يرزقك بأولاد هذا أيضا عالم بحد ذاته، مرحلة الدراسة في الجامعة ذات حياة مختلفة تماما عن الدراسة الثانوية، مرحلة العلاقات مع المصادر والمسؤولين، الثقة المتبادلة بين المصدر والصحفي، كلها هي علامات بارزة في حياتي. مرحلة أنك تنال أو سمة وجوائز من قيادة الدولة، هذه أيضا مرحلة الحقيقة ما بعدها مرحلة مرحلة أنك أن تكون وجه بوجه من القائد المؤسس المغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأنت شاب طفل صغير تشاهده وهو يشاهد مباراة ويتفرج المباراة منذ البداية حتى نهايتها لمدة أكثر من 20 دقيقة. كل هذه مشاهد لا يمكن للإنسان أو لي أنا شخصيا أن أنساها. تعددت المراحل وتعددت المشاهد والقصص والحكايات، فتبقى مشاهد تاريخية للإنسان الإعلامي الذي يورخ ويوثق مثل هذه المشاهد. فأنا لدي حقيقة عديد من المواقف التي لا أنساها، سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد العربي أو على الصعيد الإقليمي أو حتى على الصعيد الدولي. أكيد أكيد. طبعا أستاذ محمد الجوكر، أنت إنسان إعلامي، حصرتني في جوابك أن أنا كنت أبغي يوم، بس أنت أعطيتني مشاهد ما شاء الله عليك، ويعني الجدير بالذكر لك الحقيقة أنك ما تعطيني يوم، تعطيني هالمشاهد هذه من خلال إنجازاتك المثمرة والطيبة على الساحة الإماراتية. طبعا نحن مستمرين مشوارنا معاك في هاي الحلقة من برنامج أهل الدار، ولكن مشاهدينا خلوكم ويانا بعد هذا الفاصل.
رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، مكملين مشوارنا وطريقنا مع الأستاذ محمد الجوكر المستشار الإعلامي في جريدة البيان. مساك الله بالخير من جديد، ومكملين معاك أستاذ محمد. خلينا نبتدي في حياتك العائلية. طبعا أنت لك أبناء الله يحفظهم لك، شو الأشياء اللي تحب تركز وتعطيها لهم في تربيتك في تعليمك لهم؟ طبعا لله الحمد أنا متزوج أكثر من 30 سنة، وزوجتي خريجة جامعة الإمارات بتخصص الاجتماع بدرجة امتياز بفضل من الله سبحانه وتعالى. أملك 6 أولاد، 4 بنات وولدين. الأولى توأم فاطمة وأسماء، فاطمة خريجة جامعة الشارقة بالأولى على مستوى الجامعة تخصص قانون، أسماء أيضا خريجة جامعة زايد، والثنتين لله الحمد يحملون شهادة ماجستير. البنت الثالثة جواهر خريجة جامعة زايد أيضا خرجت بدرجة امتياز وحصلت على شهادة جامعية في تخصص إدارة الاتصال المؤسسي. بعدها طبعا سلطان ثانوي عامة 17 سنة، خالد 12 سنة في أيضا المرحلة الثانوية، آخر العنقود 10 سنوات اللي هي سارة. الجو العالي لله الحمد ساعدني على العمل وعلى تهيئة الأجواء المناسبة لي ككاتب وكباحث ومؤرخ في مجال الإعلام والرياضة. لا شك الحقيقة أن الأسرة هي الساعد الأساسي والأيمن لأي إنسان، ولله الحمد استطعت من خلال هذه العائلة المكونة من هذه الأفراد أن يساعدوني الحقيقة، وأيضا بديت أوجههم في حب الوطن وفي أيضا الاعتماد على النفس واعتماد على الذات. توجيهي دائما يركز على أن تعليمهم الحقيقة بالدين الحنيف وتمتع بصفات الإنسان المسلم اللي يحافظ على سمعة بلده وسمعة وطنه، وأيضا الحرص كل الحرص على ترسيخهم مفهوم الثقافة الوطنية. والثقافة الوطنية طبعا بالنسبة لي في غاية الأهمية، أولادي قريبين جدا مني في إصداراتي، يساهمون معي في أرشفة المواد وأرشفة الصور، ويساعدون معي في أيضا في كثير من الأحيان في المراجعة. يعني أنا أعتبر الزوجة أم سلطان والبنات بالتحديد والأقرب مني باعتبارهم الحقيقة يعني بحكم السن هم المرشدين والموجهين لي، وهم اللي ينصحوني في كثير من الأعمال التي قم بها. جميل جدا. ما في شك طبعا الارتباط الأسري والانسجام الذهني والعائلي تساعد أي إنسان سواء كان في مجال الصحفي أو في أي مجال المجالات الأخرى على الإبداع والابتكار. ولله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى يعني قدرت من خلال هذه الأسرة أن تساعدني على أن أقدم شيء يخدم في وطني ويخدم في بلدي من خلال هذا العمل أقوم فيه وموضوع التوثيق. أكيد أكيد. طبعا أبو سلطان، هذا الجو والمناخ المنائم اللي توفر الأسرة لراعيها أكيد يعود عليه بالفضل أنه ينجز ويبدع في حياته المهنية والعملية. خلينا نقول من مهنة إلى مهنة قد تختلف الظروف، ولكن أحيانا الصحفي والصحافة والإعلام هي مهنة المتاعب. صحيح. يقال عنها اليوم الصحفي كيف تسند عائلته مع هذه المتاعب؟ يعني أحيانا قد تغيب عن البيت لأيام أو شهور أو أسابيع لتغطية مثلا يعني بطولات عالمية. كيف هي المساندة بين الأهل من أولادك؟ طبعا أنا أعتبر الإعلام أو الصحافة هي زوجتي الثانية، لأنها الحقيقة العشق اللي بيني وبينها لا أخفيك تنافس أحيانا كثيرا مع الأسرة، لكن بما أن الجو العائلي والأسرة متفهمة والعيال متفهمين يساعدوني على يعني تهيئة ظروف مهمة وتهيئة جو العمل المناخي. الأسرة كما قلت دورها كبير، لأن هي تبدأ من الأسرة ثم المجتمع ثم الوطن.
لكن أنا أعتبر بيتي الحقيقة يعتبر جزء من مكتسباتي اللي أحملها. فترة الأخيرة ساعدتني الأسرة كثيرا، خاصة في عملية تهيئة الأجواء، يعني تقدير الوقت اللي أنا أكون بعيد عنهم شيء. لكن غالبية وقتي أكون داخل البيت، ولكن في مكتبتي الخاصة اللي تشرفنا في تسجيل لقاء مع حضراتكم. الله يحفظك. وهذا الشيء الحقيقة ساعدني على أني أبذل الجهد أكثر، لأن في النهاية ما أقوم به هو خدمة لهم وخدمة للوطن، وبالتالي هم يدركون معنى الثروة الحقيقية التي يمتلكها وهو الأبناء. عندما يكون الأبناء صالحين لخدمة الوطن، وعندما يكون الأبناء يدركون دور والدهم، هذا أنا في اعتباري يعني يعتبر أعلى شيء يصل الإنسان، بأن يكون في حب متبادل وتقدير متبادل وشعور نبيل بين الأطراف الأسرة الواحدة. لله الحمد أجد هذا الشيء من خلال يعني تفهم الزوجة، ومن خلال أيضا تقبل الأبناء لدور والدهم، وفي نفس الوقت أيضا طبعا متابعتهم. ما في شك أن المتابعة والحرص عليهم خاصة في ظل هذه الأيام وظل في هذه الفترة الغزو الثقافي يأتيك من كل صوب، وبالتالي أنت مطالب أن تراقب أبنائك من كل الأطراف، لأن الإعلام الحديث والتقنية الحديثة أصبحت ظاهرة خطيرة. أكيد أكيد. إذا لم يستطيع الأب والزوجة في مش ملاحقة في متابعة الأنباء الأبناء من خلال النصح والإرشاد، وهذا الحقيقة يعني لله الحمد بقدر الإمكان الواحد الإنسان يحاول أن يحافظ على الجو الأخلاقي للأسرة، سواء داخل المحيط الأسرة أو خارج المحيط من خلال المجتمع. وكلنا يعلم المجتمع الإمارات مجتمع فيه تواصل حضارات أكيد وثقافات أكيد مختلفة ومتعددة، وخصوصا مرحلة الشباب، الجيل الشباب بالتحديد في خطورة كثيرة عليهم. لذلك الغزو الثقافي الإعلامي الذي بدأ يغزينا من كل الأطراف، هذه حقيقة تحتاج أكيد أن الأسرة يكون لها رقابة حقيقية عليهم، والله الحمد قدر الإمكان بفضل الله سبحانه وتعالى أن قادرين أن نحافظ على هذا الأمر. ما شاء الله عليك يا أبو سلطان، أنت مسيرتك مليئة بالإنجازات مثل ما تفضلنا في فقرة السيرة الذاتية وحياتك المهنية، وأيضا نحن الآن في حياتك العائلية. خلينا نقول هالإنجازات الكثيرة ما شاء الله والمثمرة والطيبة، هل تتمنى تشوفها في أبنائك يوما ما؟ هل يعني يتخذونك يعني نبراس لمسيرتهم أبنائك؟ يعني هل يستشيرونك في بعض الأحيان؟ أنا أبغي أسوي كذا، أبغي أسوي كذا، شو تنصحني؟ كيف ممكن هذه المخاطبة علشان يحقق ولو جزء بسيط من إنجازك أنت كوالدهم وقدوتهم، كيف تشرح لهم إياها؟ هو الحقيقة التواصل موجود، الاستشارة موجودة. نعم. لكن دعني أكون صريح معك، اليوم الجيل الجديد من الأطفال لم يعد يفكر بما يفكر في أبنائهم أباهم، لأن تفكيرهم أصبح مرتبط بالتأثير الإعلامي والتأثير الاجتماعي عليهم، وبالتالي هذا التأثير الاجتماعي ويؤثر عليهم كثير. لكن بالنسبة للشق الآخر أو الفئة الأخرى، البنات أنا أعتقد هم الأكثر قربا كما قلت، لأنهم لا أخفيك يعني ساعدوني في بدايات تعليمي على كتابة الكمبيوتر، في بداية انشغالي بحفظ ما يقارب أكثر عن 300 ألف صورة. يعني أنا عندي فريق عمل يساعدني في إصداراتي، يعني هذه الإصدارات التي قمت بإصدارها وساهمت جاءت كلها من خلال البيت. يعني هذا أيضا مؤشر كبير أنا أعتبره إيجابي، أن البنات له الحمد ساعدوا والدهم في جمع هذه الكمية من الصور، في جمع هذه المواد، في جمع هذه الإصدارات. في يعني الآن أنا بناتي له الحمد يعرفون كل فايل من الفايلات الموجودة على جهاز الديسكتوب في جهاز الكمبيوتر، بينما حاولت مع الأولاد لكن ما نجحت معهم، لأن ميولهم ورغباتهم أكيد تختلف أكيد. وأنت لا يمكن تجبر واحد في، حتى لو كان ابنك لا، لابد بالقناع. أما البنت لا، في أي وقت أطلب منها يعني بمثابة
سكرتيرات لي في البيت، وهذا ايضا وكل وحده لها تخصص معين. في وحده في متخصصه في مساله المخاطبات لكتابه الرسائل، في وحده متخصصه في مساله الامور الجرافيك الفنيه والمتعلقه بالتصميم، في وحده متخصصه في ارشفه المواد والصور. وهذا ايضا مؤشر الحقيقه يبين انك انت استطعت من خلالها ان تكون لك شخصيه، لان فريق العمل دائما يتطلب يكون فيه انسجام. لما يكون انسجام فكري وهذا الانسجام يتحول الى الاسره الواحده، انا في اعتقادي هو مكسب كبير في حياتي. أنا قدرت اني انا لله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى ان اعطي هذه الثقافه لاولادي ولاسرتي، بان يساهمون بان والدهم يحصل على كل هذه الجوائز في الدوله. يكفي انا ولله الحمد حصلت على جائزه الدوله التقديريه وعلى جائزة الصحافة العربية، أول إماراتي يفوز على جائزة الصحافة العربية. نعم. وحصلت على جائزة محمد بن راشد الإبداع الرياضي، وحصلت على جائزة العويس الثقافي، وجائزة مهرجان الإذاعة والتلفزيون في البحرين، وجائزة الموظف التخصصي في مؤسسة دول الإعلام، زائد طبعا عشرات الجوائز والإنجازات، المبادرات والإنجازات التي حصلت. لكن هذه الجوائز هي الجوائز الكبيرة، وأدخل سنويا كل المبادرات والجوائز التي تقام على مستوى الدولة من خلال التربية التي قمت بها، من خلال الأولاد، من خلال الأسرة هي التي تقوم بعمل الملفات الخاصة بي وعمل كل هذه المسائل. الحقيقة وضعتني بأن أكون سعيد وفخور بما قدمته للوطن من خلال أبناء الوطن. أكيد أكيد طبعا أستاذ محمد، كلمة شكر طبعا تحب توجهها إلى ناس لهم فضل عليك في دعم مسيرتك الإعلامية أو الرياضية، ناس يعني تحب من خلال حلقة برنامج أهل الدار أنك تشكرهم، أنك تثني على جهودهم اللي طبعا أفادوك فيها ووصلوك لهذه الإنجازات. هو طبعا كلمة شكر لابد أن نوجهها للجميع، لكل من وقف معي وساندني وآزر مشواري المهني، وكل من ساعدني الحقيقة في كثير من البرامج وكثير من توجهاتي الإعلامية والصحفية. ذكر الأسماء صعب، لكن لا شك أن أيضا الشكر أيضا موصول لقادة الدولة، وأيضا الشكر موصول لتلفزيون الفجيرة الذي يعد أيضا أحد المؤسسات الإعلامية الوطنية التي نحن نفتخر ونعتز بها بمثل هذه البرامج التي تهتم بأبناء البلد وتهتم بأبناء الإمارات وبرجال الإمارات. دولة الحقيقة تتمتع بفكر وثقافة عالية جدا على مستوى الثقافي الاجتماعي الرياضي الإعلامي. لا شك الحقيقة اهتمامكم ببرنامج ويطلق عليه بأهل الدار لأبناء الدار، وهذا أيضا يعكس الحقيقة مدى قيمة الإنسان ويعكس مدى قيمة الحرص من المسؤولين في الإعلام في إمارة الفجيرة. لا شك الحقيقة نحن سعداء ولنا الشرف، شرف كبير جدا، واتمنى ان اكون قد وفقت وفي في في هذه الحلقة من حلقات برنامجك. اكيد استاذ محمد، الجدير بالذكر يا ابو سلطان، انت لم ولن تكفيك حلقة من برنامج، ولن يكفيك برنامج بكامله. يعني مسيرتك من عطاء، مسيرتك من إنجازات، مسيرتك من مثابرة واجتهاد لخدمة هذا الوطن المعطاء. نحن نفتخر فيك في طبعا مسيرتك، مسيرة العطاء، 40 سنة من عطائك لهذا الوطن المعطاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا أبناء دولة الإمارات فخورين بك وبإنجازاتك طبعا ومن أمثالك. نحن طبعا نتشرف فيك أنك تكون ضيف عندنا في برنامجنا. إن شاء الله ما بتكون آخر حلقة معانا، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى بإذن الله. يا أبو سلطان أنا سعدت بلقياك، يلا سامحنا. السلام عليكم. الله يوفقك. الله يحفظك. الله يسلم. السلام عليكم. يا مرحبا وسهلا. ضيفنا كان مميز، تعرفنا على سيرته الذاتية وحياته المهنية وحياته أيضا العائلية، الأستاذ محمد الجوكر المستشار الإعلامي في جريدة البيان. تريوني مع ضيف جديد ومع شخصية جديدة وبصمة إماراتية جديدة، وفي أمان الله.